جميع الأعضاء من أول شعر راسه لغاية ضفر صابعي المميز. رضي عليك يا عم محمد عبد السلام. قول يا عمار. بقول لك هنفحر البير بمسمار ومقعدناش نشغل بالنا مع اي شخص عبيط او اي شخص حمار. تعالى 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 تيجي معايا من الغيار الحنين المميز وحياة بنتي. الغيار ده هو المميز في جميع محافظات جمهورية مصر العربية. صانع الباكة العالمي نجم مصر دكتور محمد عبد السلام. قول يا حمو صادق. فرحة الطيار. انا باسم الطيار بقول لك هنفحر البير بمسمار وما عدناش نشغل بالنا مع اي شخص عبيط او اي شخص حمار. اسمع لان الراجل اللي عينه شبعانة يا ابو حمصة ما تشوفش منه خيانة. الصاحب اللي عينه شبعانة في اي مكان ورب العباد ما تشوف منه خيانة. وانا باسم الحمصاني بقول معرفة الرجال كنوز اما معرفة النسوان غزوز. خلصانة بالرجالة خلصانة بالرجالة. معرفة الرجال كنوز اما معرفة القطط حزوز. الله ينعم عليه الارهاب في كل وقت وكل اداب. الله ينعم عليه الارهاب في كل وقت وكل اداب. حكيم خالد علاء. دمروا ناس كتير يا ابو حمصة وجوم على الغلبان. يا رب يا ستار عالظالم الغدار. التنظيمات الإرهابية يا ابو حمصة خلف الأسوار. وفي سجن ترى يا ابو هلال فيما بعد هيدوقوا مرار. العريش. وانا باسم الجاهلية بقول ابطال وزارة الخارجية وابطال وزارة الداخلية وابطال وزارة الحربية وابطال وزارة التربية والتعليم وزارة الصحة يتعالجونا يتسامحونا يتعالجونا يتسامحونا. لو النبي حمص النبي زي ما انت يا شيخ لو انت مزاجك حلو معانا سمع عبد السلام سقف محبتك في رسول الله. طب انا اقول فيه اجمد من كده وحياة سيدك النبي انا عمري ما سمعت راجل محترم قال السقف عيب. يا رب ما تفرح ياللي ما تخبط ايدك في بعض وانت قاعد. احلى ناس. قول يا حمصان. الله ينعم عليه الارهاب في كل وقت وكل مكان دمروا ناس كتير وجوم على الغلبان.
التنظيمات الإرهابية يا أبو حمصة خلف الأسوار. وفيما بعد أوتار الليل هيطلع عينيهم ويدوه مرار. بس احنا يا شباب وزارة الداخلية ووزارة الحربية طول الليل صحيح. عينينا دايما سهرانة يا ابو حمصة وبنحمي الملايين. في ضباط شغالة في الإقسام وفي ضباط واقفة على الكمين. سيادة النخيل ربنا يسترها معاك هيفخخوك. عايزين نشتري الرتب هتتفخخ وبص هتبقى مشكلة كبيرة. سيادة النخيل طبعا ربنا يحميك يا شيخ. حمينا حمينا قول يا حمصة. اسمع وانا باسم شباب المخزن احنا شباب تمام ما بنقولش اي كلام. لان شباب محافظات جمهورية مصر العربية شباب راجل ومناش في اكل اللبان. احنا شباب تمام يا عبد سلام وفي اي مكان لازم ولابد في اي وقت نغير النظام. يا حمصة يلا قول يا بطريكة يلا قول. وليالى مرقاصي وداني اللي هيزني هيطلع عين امه وصلى على الرسول. We'll be right back.
جميلة تحت جايب عروسة جميلة ست البنات حلوين ترجمة
اجتماعنا فوق العمارة محمد عبد السلام هيطير بالطيار.